السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة دراسية ممتازة جدا، وهي منحة في دولة تركيا، والمنحة دي هتكون في جامعة من أفضل وأحسن جامعات العالم، مش بس من أفضل وأحسن جامعات تركيا وإنما من أفضل وأحسن جامعات العالم، ورنكها عالي جدا. والدراسة في هذه الجامعة أنت بتضمن لنفسك بعد التخرج إن شاء الله إنك تحصل على فرصة عمل ممتازة وتتفتح لك أبواب كتير جدا، لأن الجامعة دي ممتازة جدا. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل هذه المنحة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في تركيا، تمام؟ طيب بالنسبة للجهة المانحة هي كوتش يونيفرسيتي، دي الجامعة اللي مقدمة هذه المنحة. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في هذه المنحة، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء أنت من دولة عربية، أفريقية، آسيوية، بتقدر تقدم للفرصة دي أو للمنحة دي بكل سهولة. طيب المرحلة الدراسية الموجهة ليها هذه المنحة، المنحة دي يا جماعة موجهة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني من الآخر المنحة دي موجهة لجميع المراحل الدراسية، تمام؟ ولو أنت في آخر سنة مثلا من الثانوية العامة وعايز تدرس بكالوريوس متاح، ممكن تقدر تقدم عادي. لو أنت في آخر سنة من البكالوريوس وعايز تقدم ماجستير متاح، لو أنت في آخر سنة من الماجستير وعايز تقدم دكتوراه متاح، تمام؟ يعني متاح أيضا للطلاب في آخر سنة، ومتاحة للطلاب اللي اتخرجوا أيضا، تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى للتمويل في هذه المنحة، تمويل صراحة ممتاز جدا. أول حاجة المنحة دي بتشمل رسوم الدراسة كاملة بالمجان، يعني أنت مش هتدفع أي تكاليف خالص لرسوم الدراسة، تمام كده؟ تاني حاجة هيكون في راتب شهري، طبعا هما في الموقع محددوش الراتب الشهري كام لأن الجامعة دي بتعرض منح كتيرة، ولكن المتوقع للراتب الشهري هيكون ما بين 2000 حتى 4000 ليرة تركية، تمام؟ ده بالنسبة للمبلغ المتوقع، والمبلغ ده هيختلف على حسب الدرجة العلمية، يعني مثلا البكالوريوس فليكن هياخد 2000، ماجستير مثلا 3000، دكتوراه 4000، يعني هما بيقسموا المبلغ على حسب أيضا المرحلة الدراسية اللي الشخص هيدرسها، وكل ما تكون المرحلة الدراسية أعلى كل ما هيكون المبلغ أعلى، تمام؟ طيب هيكون في كمان سكن جامعي، هيكون في سكن جامعي بالمجان، يعني انت من المبلغ اللي انت تستلمه هتستلمه صافي، مش هيتخصم منه سكن او اي شيء، السكن الجامعي هيكون مجانا. كمان هيكون فيها تأمين طبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، هيكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. كمان هيكون في كمبيوتر محمول مجانا، تمام؟ لابتوب هيتم توفيره ليك بحيث الدراسة، يعني تقدر تستخدمه في الأبحاث الدراسية بتاعتك وما إلى ذلك، هيتم توفير ده ليك أثناء الدراسة. كمان هيكون في تأمين على السفر، تمام؟ تأمين على السفر بمعنى مثلا لا قدر الله في حالة السفر، مثلا يعني المنحة دي هتعرض لك سفريات لحضور مؤتمرات وما إلى ذلك، يعني زي إيفنتات كده، فالسفر هيكون على حسابها وهيكون مؤمن بشكل كامل من سكن وما إلى ذلك، تمام كده؟ طيب كمان الدراسة في أفضل جامعة من جامعات العالم، زي ما احنا قلنا إن الجامعة دي ممتازة جدا جدا، تمام؟ فدي التمويل بتاع هذه المنحة. طيب تعال بقى للتخصصات، وهتلاقي هنا التخصصات اللي انت عايزها اللي انت بتحلم بيها، تعتبر كل التخصصات موجودة في المنحة دي. هنا انا مقسم لكم التخصصات لدرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير والدكتوراه هنا مع بعض. تعال بقى لدرجة البكالوريوس، هتلاقي حضرتك الكلية اللي بيحلم بيها الجميع، كلية الطب موجودة ومتاحة تقدر تقدم عليها، كلية التمريض، القانون، كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية العلوم الإدارية والاقتصاد والاقتصاد، فتعتبر كل الكليات متاحة، تمام؟ خصوصا طبعا الطب اللي ناس كتير بتسأل عليه موجود في هذه المنحة. تاني حاجة عندنا كلية الدراسات العليا اللي يقصد بها لدرجة الماجستير والدكتوراه، فهتلاقي هنا متقسمة كلية العلوم والهندسة، هتلاقي هنا البرامج متقسمة، يعني بيقول لك هنا ماجستير ودكتوراه فيها ايه، تمام؟ نفس النظام هنا عندنا كلية الدراسات العليا للعلوم الصحية، هتلاقي مثلا ماجستير في علم الأحياء، ماجستير في علم الأعصاب، ما إلى ذلك، تمام؟ هتلاقي مثلا كلية الدراسات العليا للأعمال برضو فيها التخصصات هنا. يبقى كل التخصصات او بنسبة 90% كل التخصصات موجودة في هذه المنحة. طيب هنا عندنا ملاحظة، هذه المنحة ليس بها حد اقصى العمر، يعني مش ملزومة بعمر لا 30 و40 عام، لا هي مفتوحة لجميع الاعمار، تمام كده؟ المينيمم طبعا للتقديم يكون 18 سنة، ومفتوحة فيما بعد لجميع الاعمار. طيب بالنسبة للاوراق المطلوبة في هذه المنحة، عندنا الاوراق المطلوبة هي كشف الدرجات لاخر مؤهل دراسي، تمام، اللي هي شهاده التخرج بتاعتك، او لو انت في اخر سنه بتجيب كشف درجات للسنه اللي قبلها. كمان مطلوب منك السي في بتاعك، السيره الذاتيه بتاعتك تكون متوفره، مطلوب منك خطاب نيه، مطلوب خطاب توصيه، تمام؟
طب توصية بشكل اونلاين، يبقى دي الاشياء المطلوبة. هنا في حاجة نسيت اوضحها، ان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة انجليزية بشكل الزامي عند التقديم. يعني بعد شوية لما هنشوف ابلكيشن التقديم مش مطلوب منك بشكل الزامي انك ترفق شهادة اللغة الانجليزية، ممكن عادي تقدم في المنحة بدون شهادة اللغة الانجليزية، كمان زي ما قلنا انها متاحة لجميع المراحل الدراسية. طيب اخر موعد للتقديم في هذه الفرصة هو 15 ديسمبر 2020، ده اخر معاد عشان حضرتك تقدم في هذه المنحة. طيب هنا عندنا ملاحظة ان طبعا قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه الفرصة متاح. وكمان في خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي لاي منحة، بتقدر تستخدم هذه الاوراق وتقدم بنفسك لاي منحة انت عايزها. ولو عايز اي خدمة من هذه الخدمات بتلاقي رابط استمارة التواصل معنا ورابط كل خدمة موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، بتملأه وبنتواصل معاك في عربات وبيتم ترتيب كل شيء للتقديم ليك. تمام كده. طيب انا هنا حطيت لكم الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل، تعال نبص عليه سريعا كده. هتلاقي كل التفاصيل المنحة هنا، هتلاقي الرواتب، هو هنا المتكلمين عن المنح اللي بتقدمها جامعة كوتش بشكل عام. تمام، كلها منح ممتازة، كلها منح فيها رواتب، منح كتيرة جدا. تمام، فهنا هتلاقي كل التفاصيل المقدمة من الجامعة، هتلاقي هنا التخصصات ما إلى ذلك، فكل ده تقدر تطلع عليه من الموقع الرسمي. تمام، طيب خلينا دلوقتي بقى نروح لكيفية التقديم في هذه المنحة. هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك أبلكيشن التقديم. تمام كده. طيب أبلكيشن التقديم هيظهر لك بالشكل ده. انت طبعا لازم تكتب الايميل بتاعك وتكتب الباسورد وتخش للابلكيشن. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش لا ايميل ولا باسورد، بتعمل ايه؟ بتروح تعمل حاجة اسمها اللي هي انت بتسجل من جديد، يعني بتعمل تسجيل من جديد كأنك مستخدم جديد. تمام، فتعمل نيو ابلكيشن دي، تضغط عليها وبعدين تحط الايميل بتاعك هنا، تكتب ايميلك وبعدين تضغط على كلمة ريجستر. لما حضرتك بتكتب ايميلك وبتضغط على كلمة ريجستر بيوصلك في الايميل بتاعك، ايميلك الشخصي، بيوصلك كود تفعيل. تمام، او لينك تفعيل، بتضغط عليه وبعدين بتعمل كرييت باسورد وبعدين بتاخد الايميل والباسورد وبترجع تاني للصفحة دي وبتكتب الايميل بتاعك وبتعمل كونتينيو وبتكتب الباسورد وبتخش. طيب انا هنا عندي الاكونت بتاعي، هضغط عليه، طلب مني هنا الباسورد اكتبه، فاحط الباسورد. تمام، واعمل ساين ان. لا اسف، هو المفروض الباسورد يكون كده. طيب كده هيدخل معايا الابلكيشن. تمام، وهيفتح معايا الابلكيشن بالشكل ده. طيب انت دلوقتي الابلكيشن يظهر معاك بالشكل ده وانت مش فاهم اي حاجه خالص. اول حاجه في الابلكيشن لازم انك تروح تختار التخصص اللي انت عايز تدرسه. طيب اجيب التخصص منين؟ تيجي من القائمه دي من هنا وتعمل على فايند بروجرامز. تمام، تضغط عليها. حلو كده. طيب بتلاقي هنا في الجزئيه دي بقى مقسم لك وموضح لك كل حاجه، يعني بيقول لك لو انت مثلا عايز تقدم على درجه البكالوريوس اندر جراديت بتختار دي، ماستر بتختار دي، دكتوراه بتختار دي، ودي بقى كورسات. تمام، يعني على سبيل المثال انا عايز كليه الطب، يعني انا عايز اختار بتخصص الطب او عايز اختار بالكليه. لو انت عايز تختار بالمرحله الدراسيه هنا البكالوريوس الماجستير دكتوراه، لو عايز تختار بالتخصص هنا، فمثلا انا بعمل اختيار مثلا الميديسن الطب، بضغط عليه. حلو كده، وبقوم ضاغط اللي انا عايز مثلا طب لدرجه البكالوريوس وبضغط على دي. حلو كده، وبعمل سيرش فطلع لي الميديسن الطب اهو. تمام، حلو كده. وبعدين انت بتخش على البرنامج هتلاقي كل التفاصيل بتاعه التخصص، بتدرس باللغه الانجليزيه ما الى ذلك. حلو كده. تمام، طيب بعد كده بتضغط على كلمه ابلاي ناو. تمام، وبيضاف لك التخصص، يعني التخصص بتلاقيه بيتضاف لك، وهنا التخصص اتضاف لي الميديسن، تم اضافته ان ده التخصص اللي انا عايزه. طبعا انت تقدر تضيف حتى ثلاث تخصصات، يعني الماكسيمم في التخصصات اللي انت تضيفها مسموح ليك تضيف ثلاث تخصصين كمان غير التخصص ده، يعني مسموح تضيف ثلاث تخصصات في الابلكيشن. تمام كده. طيب انا ضفت التخصص، ايه الخطوه اللي بعدها؟ هتلاقي البروفايل هيظهر لك من هنا كده، تكمل بقى بياناتك الشخصيه، يقول لك مثلا كمل اسمك، اسم العائله، رقم جواز السفر بتاعك. تمام، الجندر بتاعك، الجنسية، ما إلى ذلك، كل ده بتحطه هنا، دولة الإقامة، كل ده بتحطه هنا، بتحط صورة شخصية ليك هنا. تمام، خلصت السكشن ده، بتخش على السكشن اللي بعده اللي هو تفاصيل التواصل، بتكتب عنوانك الحالي، بتكتب دولتك اللي انت مقيم فيها حاليا. تمام، تكتب، تحط رقم التليفون بتاعك،
بعد كده بتخش على الإديوكيشن، الخلفية التعليمية. في الخلفية التعليمية هنا بتحط آخر مرحلة دراسية أنت أنجزتها، أو المرحلة الدراسية الحالية. يعني أنت مثلا لسه بتدرس في آخر سنة من الثانوية العامة، بتحط بيانات الثانوية العامة. خلصت مثلا ثانوية عامة بتحط بياناتها، مثلا خلصت بكالوريوس بتحط البيانات. يعني بتحط بيانات المرحلة الدراسية الحالية أو آخر مرحلة دراسية أنت أنجزتها. حلو الكلام؟ طيب بعد كده انت حضرتك بتروح بعد كده على دي سكورز، دي حاجات اضافيه، يعني لو معاك شهادات اضافيه زي حاجه اسمها السات او الجي ار اي بتحطها، لو مش معاك خلاص دي ما بتاثرش على البروفايل بتاعك. تمام كده؟ بعد كده بتحط الاكتيفيتيز، لو عندك اي انشطه اضافيه، لو انت شخص مثلا عملت اعمال تطوعيه، خدت كورسات ما الى ذلك بتحطها. والسكشن ده اضافي او اديشنال، يعني مش مطلوب بشكل الزامي، اوبشنال. تمام كده؟ ف يعني ممكن تحطه وممكن ما تحطوش، يعني هنا بيقول لك اف ابليكيبل، يعني لو متاح عندك. تمام؟ طيب بعد كده الريفرنسز اللي هي خطابات التوصيه، بتحط بيانات الاشخاص الخاصين بالتوصيه وهيتم وصول رساله ليهم وهيتم عمل التوصيه بشكل اونلاين. بعد كده الدوكيومنتس، هنا الاوراق، ودي لازم تحمل الاوراق بتاعتك. تمام؟ هنوصل للجزئيه دي وازاي تحمل الاوراق، وبالجزئيه اللي بعدها خلينا نتكلم عنها الاول اللي هي الموتيفيشن. مطلوب منك تكتب خطاب نيه، تمام، موتيفيشن ليتر، مش هتحط هنا في شكل خطاب ورقي، وانما هنا هتكتبه في شكل مقال، تكتب مقاله النيه بشكل كويس عشان برضو دي من اهم عوامل القبول في المنحه. بعد كده اذر دي، يعني بيقول لك لو انت عندك اي اعاقه، عندك مرض ما الى ذلك، بتحدد سمعت ازاي عن المنحه دي مثلا من السوشيال ميديا ما الى ذلك. حلو كده؟ وبعد كده بتخش على اخر خطوه بقى وهي اضافه الوثائق. تمام؟ طيب اضافه الوثائق هنا اول حاجه ترانسكريبت اللي هو كشف الدرجات او شهاده التخرج بتحطه هنا. تمام؟ بتضغط على الجزئيه دي وبتضيف الاتاتشمنت، بتضيف المرفق هنا. تمام؟ طيب بعد كده بتخش على اللغه الانجليزيه، وهنا زي ما قلنا اللغه الانجليزيه مش مطلوبه بشكل الزامي، لو معاك شهاده اللغه الانجليزيه بتحطها، لو مش معاك بتضغط I have not yet taken a language test. تمام؟ تختار دي لو انت شهادة اللغة مش متوفرة معاك. طيب دي تيست سكورز، دي زي ما قلنا لو عندك اي شهادات اضافية بتحطها، لو ما عندكش خلاص بتسيبها. ولاحظوا يا جماعة اقول لكم على حاجة، ان لما بتلاقي العلامة الحمراء دي، يعني معنى دي ان الشهادة دي مطلوبة بشكل الزامي، لما بتلاقي المثلث الاصفر ده يبقى دي مش مطلوبة بشكل الزامي، اوبشنال، يعني ممكن تحطها ممكن لا. تمام؟ زي هنا بالظبط، طالبين منك الباسبور او صورة البطاقة، هنا بيقول لك صورة البطاقة والباسبور حطها، اي حاجه معاك، اي حاجه معاك من الحاجتين دول. تمام؟ فهنا دي مطلوبه بشكل الزامي، فما ينفعش انك تتخطاها هنا، فممكن تحط صوره جواز السفر او صوره البطاقه الوطنيه او الهويه الوطنيه هنا. تمام كده؟ وهنا بقى بتحط لو عندك خطابات توصيه ورقيه، دي برضو مش مطلوبه بشكل الزامي، لو عندك خطابات توصيه ورقيه برضو بترفقها في هذه الجزئيه. وبعد كده لما بتكمل كل هذه الاشياء بتيجي على الحته دي هنا كده وبتضغط على كلمه سبميت، ويبقى انت كده الابلكيشن بتاعك وصل للمنحه بنجاح وتم تسجيله. تمام كده؟ يبقى ده شرح كيفيه التقديم للمنحه خطوه بخطوه. فكده شرحنا كل التفاصيل، قلنا ان دي منحه ممتازه جدا فيها تخصصات كتير، الطب والهندسه، متاحه لجميع المراحل، فيها راتب شهري، سكن، رسوم الدراسه، لابتوب مجانا، تامين على السفر، الدراسه في افضل جامعه من جامعات العالم، كل ده متاح ليك بالمجان. تمام؟ فلو حابين تقدموا للمنحة يا ريت، واخر ميعاد هو 15 ديسمبر 2020، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.